أهلا بكم إلى نشرة السادسة، نبدأها بالعناوين. بعد إغلاق دام سنوات، إعادة فتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين الأنبار وسامراء. الصحة تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور بين الأطفال والشباب، وتؤكد أن الالتزام بالحظر سيحد من انتشاره. وزارة المالية توجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر شباط، والكشف عن تعديلات بارزة في الموازنة الاتحادية. وأخيرا، وفد الفاتيكان يصل إلى النجف الأشرف، واستمرار الاستعدادات لزيارة البابا. أهلا بكم، وبداية نشرة مع منجز أمني آخر، حيث حددت العمليات المشتركة الأهمية استراتيجية لفتح الطريق الرابط بين الأنبار وسامراء بعد إغلاقه مدة 7 سنوات. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي اليوم أن الطريق الذي تم فتحه تكمن أهميته استراتيجية في ربط شمالي العراق بغربه، وكذلك مناطق الفرات الأوسط، علاوة على أهميته في حركة القطاعات العسكرية وانتشارها. وأشار إلى أن هذا الطريق سيسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما أن فتحه يعد ضربة للإرهاب. الحكومة المحلية بمحافظة صلاح الدين وبالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء افتتحت أحد الطرق الحيوية التي تربط بين محافظتي صلاح الدين والأنبار. الافتتاح الذي جاء بعد غلق الطريق لأكثر من 6 سنوات يسهم بتعزيز الحركة التجارية وتنقلات المواطنين. في هذا اليوم تم افتتاح طريق اللي يربط مدينة سامراء بمدينة الرمادي. بصراحة حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تم تأمين هذا الطريق من الجانب الأمني، وتم تفتيش جميع المناطق المحيطة بهذا الطريق من خلال العمليات الاستباقية التي قامت بها قيادة عمليات سامراء وبالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار. أصبح الطريق آمنا. هذا الطريق مهم جدا وحيوي وأيضا استراتيجي، ويربط مناطق غرب الأنبار أو غرب العراق بشكل عام بامتداد المناطق الشمالية. هذا كان متوقف أكثر من 4 سنوات حقيقة من دخول داعش. اليوم حقيقة خطوة بالاتجاه الصحيح، أعلنت لنا كحكومة محلية بين الإخوان في صلاح الدين والحكومة المحلية وكذلك العمليات المشتركة أن يبدأ انطلاق والبدأ العمليات فتح الطريق أمام الأخوان سائقي الشاحنات والمرور بشكل عام. افتتاح الطريق رافقه نشر القطاعات العسكرية على امتداد الحدود الإدارية بين صلاح الدين والأنبار، إضافة إلى نصب سيطرات أمنية تعمل على تدقيق أصحاب العجلات، إضافة إلى العمل على نصب العجلات المخصصة لأغراض التفتيش. هذا الطريق الحيوي يعتبر الشريان الاقتصادي في تنشيط الحركة التجارية ما بين الحدودية الغربية على محافظة الأنبار، وخصوصا منفذ أطرابيل الحدود ومنفذ عرعر الحدودي، وبالتأكيد القائم سيؤدي إلى تخفيف الاختناقات المرورية مع العاصمة بغداد. جهود حكومية تبذل بمحافظة صلاح الدين لإعادة الحياة للمناطق المحررة، جهود أسهمت بتذليل العقبات أمام المواطنين من خلال فتح الطرق المغلقة لتسهيل تنقلاتهم. عمر العزاوي، العراقية الإخبارية، صلاح الدين. في مدينة بابل الأثرية عثر على حطام طائرة أمريكية، وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن الفريق الخاص بتهيئة المدينة الأثرية استعدادا لمهرجانها الدولي عثر على حطام الطائرة بعد حرق الأدغال والعشائب الموجودة بالمدينة. ويذكر أن القوات الأمريكية كانت تستخدم مدينة بابل الأثرية قاعدة عسكرية منذ عام 2003 حتى انسحابها عام 2011.
وحول هذا الحدث اللافت في بابل تنضم إلينا مباشرة من هناك مراسلتنا إيمان محمد. إيمان أهلا بك، هل تمت معرفة إلى أي سنة يعود حطام هذه الطائرة؟ هل هناك آراء عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص؟ لأنها بحسب الخبر كانت تعود إلى حطام طائرة أمريكية كانت موجودة وتتخذ من بابل قاعدة لها أو في هذا المكان تحديدا قاعدة. تفضلي. نعم، يعني مثل ما تعرفون أنه محافظة بابل تشهد ومنذ فترة استعدادات عالية المستوى لاستقبال مهرجان بابل الدولي. يعني من ضمن الاستعدادات أنه إحراق كافة الأدغال والأشجار الموجودة في هذه المدينة الآثارية. المدينة حقيقة تشهد مساحات شاسعة مهجورة منذ سنين، يعني منذ 2003 ولحد الآن لم تطأها أي قدم ولم تجري عليها أي عمليات تنظيف. اليوم عندما كانوا الفريق المختص يقوم بعملية تنظيف هذه المناطق وهذه الأشجار والأدغال كان يجري إحراقها، فبعد ما تم الإحراق جاءت اللجان المختصة شاهدت أجزاء كبيرة لمروحية، يعني على الفور تم الاتصال بالجهات الأمنية، حضرت لجان خبراء لمكافحة المتفجرات، أيضا فرق من الدفاع المدني حضروا المكان. تم الوصول للمعلومات أولية تفيد بأنه هذا الحطام هو أجزاء كبيرة لطائرة أمريكية سقطت في هذه المنطقة. كان هذا من خلال أنه توجد أيضا أجزاء أخرى لنفس الطائرة في مناطق أخرى قريبة، ما يدل على أنه هذه الطائرة تم إسقاطها في هذا المكان، لا سيما وأنه مدينة بابل الآثارية كانت ثكنة عسكرية لقوات التحالف بعد أحداث عام 2003. طيب إيمان وأنت نعم تتحدثين، شاهدنا صور لحطام الطائرة مباشرة. نعم. طيب إيمان ذكرتي أنها تم إسقاطها في بابل، هل تمت معرفة أسباب هذا الإسقاط أو سنة هذا الإسقاط؟ هل حددت الجهات الأمنية هاتين التفصيلتين؟ يعني حقيقة سوف يأتي فريق خبراء آخر يتبنى عملية تحليل هذا الموضوع اللي تفضلتي بحضرتك، أنه يعني لا يمكن لفريق اليوم اللي ذهب أنه يحدد متى سقطت هذه الطائرة، كيف سقطت، كل هذه التفاصيل سوف يأتي فريق آخر بحسب الأجهزة الأمنية إلى المحافظة ويحددون كل ملابسات الحادث، وهل كانت يعني مثلا لربما قوات التحالف اللي كانت موجودة على دراية بهذا الموضوع أم هي تجهل الموضوع لأنه تم العثور على الحطام بين الأدغال ولم يكن هنالك يعني أي شيء يعني يبين أنه هذا المكان من مساحة قريبة إلا بعد اليوم ما أحرقت الأدغال والأشجار وتم العثور طيب. على هذا الركام. نعم جزيل الشكر لك إيمان على كل هذه التفصيلات، مراسلتنا مباشرة من بابل، شكرا لك. تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور بين الأطفال والشباب، وتؤكد أن الالتزام بالحظر سيحد من انتشاره. وزارة المالية توجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر شباط، والكشف عن تعديلات بارزة في الموازنة الاتحادية. وفد الفاتيكان يصل إلى النجف الأشرف، واستمرار الاستعدادات لزيارة البابا. من جديد أهلا بكم. في أزمة فيروس كورونا وفي مستجدات الموقف الوبائي اليومي،
سجلت وزارة الصحة 3187 إصابة بالفيروس في عموم محافظات العراق. الوزارة في بيان أشارت أيضا إلى تسجيل 27 حالة وفاة إثر مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين تماثل الشفاء التام 2002 خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة والبيئة حسن التميمي حذر من أن زيادة الإصابات بالفيروس تنذر بالخطر، وذلك بعد دخول السلالة الجديدة. التميمي أشار إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في النظام الصحي للبلاد. ومنذ ابتداء السلالة الجديدة أصبح هناك نسبة الدخول في المستشفيات حقيقة بشكل ملفت للنظر، بعد أن ازداد عدد المرضى الراقدين من 700 مريض إلى 1596 مريض، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة، وهذا ما ينذر بالخطر، ولا سيما يوم غد بإذن الله الساعة 5 صباحا حينما يبدأ حظر التجوال الجزئي وبداية العمل بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية وكذلك أرباب العمل الخاص. مواطنون في عدد من مناطق العاصمة بغداد أشادوا بتجديد الإجراءات الوقائية التي تفرضها القوات الأمنية، والخاصة بفرض الحظر الوقائي للحد من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، داعين الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات الصحية، لا سيما بعد تسجيل زيادة ملحوظة بعدد الإصابات في أغلب محافظات البلاد. اغلب المواطنين حاليا دا يلتزمون بهذا الموضوع، الحظر ما حظر، بس اغلب العالم حاليا دا تعاني مثلا الاجراءات التشدد اللي دا تصير، موضوع مثلا عنده ازمه او عنده حاله مرضيه وهاي، بس الحمد لله حاليا القوات الامنيه متعاونه بهذا الشيء، دائما دا الاحظ هذا الشيء، واغلب الحالات اساسا محلات الصمون او غير شيء مفتحات للاجراءات اللي خاف شخص محتاج هاي الامور. انا دا اطلع عليه بس على مود المسواق وارجع ملتزم، انه يلتزمون احسن لهم، لان الاصابات هسه كلش قويه. اللي يريد يحافظ على نفسه من المرض هذا يلبس الكمامة ويبتعد التباعد الاجتماعي ويلتزم بالتعليمات اللي صادرة من وزارة الصحة. وفي تداعيات أزمة فيروس كورونا على الجانب التعليمي في العراق، أكدت لجنة التربية النيابية أن آلية العمل في المدارس العام الماضي لن تتكرر، وأوصت بحلول واقعية لإكمال المناهج الدراسية. وقال رئيس اللجنة قصي الياسري أن اللجنة مع أي قرار يهدف للمحافظة على حياة الطلبة والملكات التعليمية كافة، وأشار إلى أن اللجنة ترى أن الطلبة فقدوا الكثير من المواد الدراسية المهمة في العام الماضي بسبب توقف الدوام، على الرغم من حاجتهم لتلك المواد في المراحل المتقدمة، ولا يمكن أن يكون العام الحالي بنفس آلية العمل للسنة السابقة. في البصرة أعلنت قيادة العمليات تنفيذ عملية غلق تام في المدينة من خلال السيطرات الخارجية مع المحافظات المجاورة، وذلك لتطبيق عمليات فرض الحظر الوقائي. وذكر القائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر القيادة أن القوات الأمنية تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية بتطبيق مقررات لجنة الصحة والسلامة حرفيا ضمن قطع المسؤولية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنه تم استثناء عمليات دخول وخروج البضائع والمواد الغذائية والدوائية من وإلى المحافظة عبر السيطرات الخارجية، وذلك المرابطات في مركز المدينة وتوابعها. الأقضية ونواحي البصرة التي شملها الحظر بدت هكذا خالية من المرة والمركبات بعد انتشار السيطرات وتطبيق الغرامات امتثالا لقرارات خلية الأزمة للحفاظ على أرواح المواطنين من انتشار العدوى. الحظر يعني زين، العالم التزمة شوية، بس يعني هم تضررنا، يعني بالنسبة للسائق التاكسي ضرر. هسه أنا على الله على التاكسي، أنا رجال متزوج وعندي وليد، يعني مثل ما تقول أجر يومي يعني. إذا ما نلتزم بالحظر ماكو فايدة، ما سوى فايدة، هو إنه قاعد يسوونه كمامة المفروض نلبسها إحنا بدون ما يفرضوها علينا، إحنا ما شاء الله تفرضها عليك يلا تلبسها. عدد من ذوي الدخل المحدود من الكسبة استوقفوا العراقية الإخبارية لنقل معاناتهم في فترة الحظر أمام الجهات الحكومية لإيجاد بديل عن مورد التكسب اليومي
الذي فرضته الأوضاع الصحية بشكل لا إرادي. كل مواطن فقير وما عنده دخل يعني ولا عنده راتب، يعني هسه الموظف يريد نقول راتبه ماشي بس ما عنده لا عنده كمية زين ومنات دولار صاعد ولا عنده مواد غذائية، يعني وين يطوي وجهه شو يسوي؟ ناشد المحافظ بحيث يصرف لنا الرواتب، يسوون صورة حال، يسوون لنا عقود، يعطونا يصرفون لنا الرواتب، احنا هاي اللي نريد احنا. وبالرغم من المعاناة الواضحة لعدد من المواطنين في البصرة التي فرضتها ساعات الحظر الصحي، إلا أن الوقاية خير من العلاج دوما. هكذا بدت شوارع البصرة في اليوم الثالث لتطبيق الحظر، لا سيما بعد فرض غرامات على المخالفين من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم. علي عبد العزيز، العراقية الإخبارية، البصرة. ولتفاصيل أكثر عن إجراءات الحظر في البصرة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا محمد حسن. محمد أهلا بك، بطبيعة الحال حدثنا كيف تجري إجراءات حظر التجول في البصرة، هل الأهالي ملتزمون أم هناك قلة التزام في البصرة؟ حدثنا عن مجمل هذه الأشياء. بالحقيقة طبعا مدينة البصرة لا تختلف عن بقية المدن العراقية، التركيز هنا طبعا ينصب حول الفيروس السلالة الجديدة لفيروس كورونا. طبعا دائرة صحة البصرة خلال الحديث السابق أكدت بإصابة تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة، لكن التأكيدات لم تقطع بعد في حال أنه السلالة هي المسؤولة عن كثرة الانتشار. طبعا دائرة صحة البصرة خلية الأزمة في خلال من خلال اجتماع سابق طبعا في صدد دراسة فرض مزيد من القيود على المواطنين في حال استمرار انتشار فيروس كورونا في مدينة البصرة. اليوم تمخض عن هذا الاجتماع هو طبعا فصل مدينة البصرة عن بقية المدن العراقية خصوصا المدن المجاورة، لكن لم تأتي تأكيدات على أنه الطريق التجاري الذي يربط موانئ مدينة البصرة مع بقية المدن العراقية هو مستثنى من حالة القطع. بالحقيقة حول التزام المواطنين هناك تفاوت في الأقضية والنواحي ومركز مدينة البصرة. مركز المدينة بات أنه طبعا مدينة أشباح بسبب القطوعات التي فرضتها خلية الأزمة، الأقضية النواحي في هذا هنالك طبعا لا يوجد ذلك الالتزام، لا نستطيع طبعا حصره بنسبة مئوية، لكن التزام استطيع القول هو 50%، لكن مركز مدينة البصرة هناك التزام لا بأس به أيضا. نعم. طيب استوضح منك نقطة ذكرتها محمد، قلت أن الطريق التجاري ربما لا يكون مغلق ما بين البصرة وباقي المحافظات، لكن ماذا بشأن تنقل المواطنين العادي من البصرة إلى محافظات أخرى؟ هل الطريق مفتوح أم أنه أيضا مقطوع مع باقي المحافظات؟ بالحقيقة طبعا جاءت تأكيدات بقطع جميع الطرق الرابطة ما بين مدينة البصرة مع بقية المدن العراقية، لكن لا يوجد تأكيد لحد هذه اللحظة حول الحركة التجارية المرتبطة بموانئ مدينة البصرة مع بقية المدن العراقية. طبعا يأتي هذا كله هو طبعا مواقف احترازية. طيب بعيدا عن الحركة التجارية، حركة المواطنين العادية في كل الأيام مقطوعة ما بين البصرة وباقي المحافظات؟ بالطبع هنالك طبعا قطع الحركة، حركة المواطنين ما بين مدينة البصرة وبقية المحافظات لربما تكون لأمور خاصة بهذا للمواطنين نفسهم. نعم، جزيل الشكر لك محمد مراسلنا من البصرة على هذه التوضيحات. في موضوع حماية المنتج المحلي وتفعيل شروط السيطرة النوعية للمواد المستوردة، أعلنت الهيئة العامة للجمارك إتلاف أطنان من الدجاج البرازيلي المخالف للضوابط في جمرك بوابة البصرة. وقالت الهيئة في بيان لها أن جمرك البوابة قام بإتلاف أكثر من 19 طنا من الدجاج المخالف للضوابط والتعليمات، وأوضح أن العملية تمت بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء، وتمت عملية الإتلاف من قبل لجنة متخصصة شكلت لهذا الغرض. وفي شأن متصل، كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن وجود تلاعب في التعاملات التجارية للدجاج المستورد منتهي الصلاحية داخل إقليم كردستان. وقال الخفاجي أن الدجاج المستورد من تركيا والدول الأخرى يكون منتهي الصلاحية، لكن يتم تغيير علاماته التجارية داخل الإقليم وبعدها يصرف في الأسواق المحلية، عدا هذا الأمر تخريبا لاقتصاد البلد وتدميرا لصحة المواطن. وزير الزراعة في حكومة الإقليم بيجر طالباني نفت وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد إلى الإقليم،
وذلك في رد على الاتهامات نظيرها الاتحادي محمد الخفاجي. وعبرت طلبان عن أسفها وصدمتها لتلك التصريحات، وأوضحت أنه سبق أن عرضت على الوزير خطوات الإقليم لمنع التلاعب من خلال وضع ملصقات ورموز شريطية على المنتجات المحلية بإشراف وزارة الإقليم حصرا، وأنها قدمت نموذجا من الرمز، وتم التأكيد على أن أي منتج لا يحمل الملصقة يمنع إدخاله إلى المحافظات العراقية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. وزارة المالية توجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر شباط، والكشف عن تعديلات بارزة في الموازنة الاتحادية. وفد الفاتيكان يصل إلى النجف الأشرف، واستمرار الاستعدادات لزيارة البابا. بداية ملف الموازنة من خبر تراجع أسعار النفط اليوم لجلسة الثانية على التوالي، إذ بدأت شركة الطاقة في تكساس الاستعداد لاستئناف عمل حقول النفط والغاز التي تأثرت بفعل موجة من الطقس المتجمد وانقطاع الكهرباء. وأنهت العقود الأجلة لخام برنت على تراجع وصل إلى 62 دولارا و72 سنتا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليبلغ سعر التسوية 59 دولارا و24 سنتا. وكان الخامان القياسيان ارتفعا الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في أكثر من عام. وجهت وزارة المالية اليوم بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي، جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة، إذ وجهت بتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الحالي، وتم توجيه دائرة المحاسبة أيضا باستئناف العمل ابتداء من يوم غد الاثنين لغرض إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة. وفي الأزمة بين بغداد وأربيل، جدد رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني التأكيد على أن الإقليم دائما يريد حلا جذريا للمشكلات مع الحكومة الاتحادية، وعلى أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لكردستان، وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق. وخلال استقباله رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، ذكر أن الدستور يجب أن يكون الفيصل في حل المشكلات العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكدا دعمه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالموازنة العامة. وفي موضوع الموازنة أيضا، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن تعديل وتشريع الموازنة صلاحية مجلس النواب ولن يتم إرسالها للحكومة. كوجر أشار إلى أن صلاحية مجلس الوزراء الطعن في أي تعديل أو مادة مضافة إذا كانت غير قانونية أو ليست من صلاحيات السلطة التشريعية. اللجنة المالية النيابية أكدت أيضا عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير مشروع قانون الموازنة الأسبوع الحالي، فالوحيد المخولة بتحديد موعد التصويت على القانون، مضيفا أن الخلاف بين المركز والإقليم بشأن حصة كردستان في الموازنة ما يزال قائما رغم وجود حوارات لحل الخلاف. وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت عن الفقرات التي تم تمريرها بشكل نهائي في الموازنة العامة للعام 2021، وذكر بيان للجنة أن أبرز الفقرات التي تم تمريرها هي صرف جميع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى تحويل حملة الشهادات من البكالوريوس وصعودا في الوزارات الأمنية إلى الملاك المدني للراغبين. وأضاف البيان أن الموازنة تضمنت أيضا تخصيص درجات وظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي، وعدم وجود استقطاعات ولا ضريبة دخل على الموظفين أو المتقاعدين،
وتخصيص راتب للمحاضرين والأجراء والعقود وكل المشمولين بقرار 315 ضمن الموازنة وبشكل شهري وثابت. وفد الفاتيكان يصل إلى النجف الأشرف واستمرار الاستعدادات لزيارة البابا. في ملف زيارة باب الفاتيكان للعراق ضمن خلية العمل التي شكلتها الإخبارية العراقية لمتابعة تفاصيل الزيارة وفي إطار جهودها بتسليط الضوء على هذا الملف الهام، وبدايته من خبر وصول وفد الفاتيكان إلى محافظة النجف الأشرف ولقائه بعدد من المسؤولين في المحافظة ومكتب المرجعية الدينية العليا في المدينة القديمة، وذلك تمهيدا لزيارة البابا فرانسيس المقررة في 5 آذار المقبل. نشكر سيادة محافظ النجف على الاستقبال الكبير للوفد الفاتيكاني. اليوم جئنا وصلنا إلى هذه المدينة لوضع اللمسات الأخيرة لزيارة قداسة البابا إلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وكان استقبال كبير في مطار النجف من قبل الأخوة ومن قبل سيادة المحافظ، وإن شاء الله تكون زيارة تاريخية يذكرها التاريخ. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والأثر إطلاق وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان البابا في العراق تزامنا مع زيارة التاريخية المرتقبة، وذكرت الوزارة في بيان أنها أطلقت وسم البابا في العراق ترحيبا بالزيارة التاريخية المرتقبة في 5 آذار المقبل للحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا فرانسيس إلى العراق. ومن النجف الأشرف ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا منتظر الشريفي. منتظر، ما هي تفاصيل زيارة وفد الفاتيكان إلى النجف الأشرف خصوصا مع وصول الوفد أيضا إلى بيت المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني؟ مساء الخير. فعلا هنالك استعدادات كبيرة تبذل من قبل الطرفين، من قبل الوفود التي بدأت تصل إلى مدينة النجف الأشرف، الوفود البابوية، الوفود من الفاتيكان، وأيضا من قبل الجانب العراقي الذي يحاول تهيئة جميع الأمور والملتزمات من أجل استقبال الوفد البابوي في يعني في مطلع الشهر القادم في 7 آذار في الشهر القادم. بالتالي اليوم وصل الوفد الثاني بعد 10 أيام، وصل الوفد الثاني من الوفد الأول، أقصد 10 أيام من الوفد الأول، وتم التباحث مع مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني حول الكثير من النقاط، إضافة إلى محافظ النجف، كان هنالك لقاء في مطار النجف حول جدول أعمال هذه الزيارة المرتقبة، وضع آلية عمل، وضع خطة زمانية ومكانية. نعم. لتنقل الوفد البابوي. نعم. منتظر عن هذه الخطة في محافظة تحديدا نجف الأشرف وما قبلها في أول. نعم. منتظر عن هذه الخطة تحديدا التي عدتها النجف الأشرف لاستقبال قداسة البابا، كما تعرف لم يبقى سوى أيام قليلة، هل لديك أي معلومات عن الاستعدادات، عن الإجراءات التي اتخذتها النجف للتحضير لاستقبال البابا؟ فعلا هنالك استعدادات كبيرة بدءا من الجانب الأمني، يعني هنالك خطة أمنية محكمة تم وضعها من قبل الأجهزة المحلية والاتحادية في من أجل تأمين سلامة استقبال الوفد البابوي. سوف يصادف أيضا خلال حظر التجوال القادم، يعني ربما ستكون الزيارة خلال
الجمعة أو السبت القادم، بالتالي سوف يكون هنالك حظرا للتجوال، هذا أيضا سيساعد في عملية تهيئة الظروف المناسبة أمنيا لاستقبال الوفد. أيضا هنالك خطة خدمية لسهولة حركة الوفد باتجاه الأماكن الأثرية الموجودة أيضا في النجف الأشرف، هنالك أيضا أماكن أثرية ربما أقول ربما تزار من قبل الوفد البابوي باعتبار أن هنالك أماكن مسيحية قديمة وهنالك أيضا منطقة الروبان وغير ذلك. على كل حال هذه مناطق ربما تكون محل اهتمام من قبل الوفد البابوي. نعم. هنالك أيضا اهتمام صحفي وإعلامي سوف يكون لهذه الزيارة المرتقبة باعتبارها زيارة تاريخية. بالتأكيد منتظر. نعم. ولم تكن مسبوقة في الأعوام الماضية. وسوف تكون هنالك اهتمام كبير من قبل الوفود الإعلامية. شكرا لك منتظر الشريفي مراسلنا من النجف الأشرف. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا لنتابع أخبار الرياضية ولكن بعد الفاصل.